في فلسطين هذا الصباح ونتوقف اليوم مع الطبق اللي راح تحضر لنا يا الشيف، واللي عودناكم طبعا منذ بداية أيام شهر رمضان بأن يكون معنا طبق يومي. اليوم الوصفة اليوم شيش طاووق. نعم. بدنا نشوف هاي الوصفة كيف راح تعطينا إياها الشيف أسماء، نتابع سويا. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير. اليوم معكم شيف أسماء سليمة، وراح نعمل لكم طبق كتير مميز وكتير صحي في رمضان، فركزوا معنا في الوصفة لحتى نعمل طبق سوا. في عندي هون صدر دجاج مقطع، عندي الخلطة اللي بدي أنقع فيها الدجاج اللي هي عبارة عن كوب لبن، ربع كوب رب بندورة، حبة بندورة مقشرة ومقطعة، عندي فلفل حار طبعا اختياري، عندي ثوم وعندي برش ليمون وليمون، وعندي هون اكيد زيت زيتون والبهارات اللي موجودة عندنا، عندي هون ملح فلفل هيل، عندي كمان كزبرة مطحونة، عندي بابريكا حلوة، وعندي هون بهار عادي. طبعا البهارات هي اللي بتجيب لنا طعمة الدجاج. هلا شو راح نعمل؟ راح نجيب الدجاج لهون ونحط كل المقادير هاي وين؟ في الخلاط ونطحنها. ننزل كل المقادير ونطحنها كتير منيح لحتى تصير مثل المعجون. وطبعا انا هون بحط البهارات لحتى كلها تنخلط منيح مع الوصفه، وزيت الزيتون رح احط منه معلقتين. هيك بصير عندنا الخليط مثل هيك سائل. هذا الخليط انا بدي انقع فيه الدجاج اللي عندي. نخلط كتير منيح، طبعا بفضل الخلط في الايد لحتى كل المكونات تفوت بقلب الدجاج. وهيك بحطها نص ساعة لحد ساعة في الثلاجة، طبعا بغطيها منيح لحتى تاخذ كل البهارات اللي انا بدي اياها. وبعد ما حطيناها في الثلاجة رح أحضر لكم طبق سلطة كتير صحي وكتير بجنن، اسمها السلطة الخضراء. هاي السلطة كتير 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 صحية، يعني طيبة مع الدجاج، مع المشاوي، مع شغلات كتير. أنا كتير بحبها مع الشيش طاووق. في عندي هون بقدونس مفروم، عندي هون كل أنواع المكسرات، الزبيب الحامض والحلو، عندي هون لوز، جوز، بزر قرع، بزر بطيخ، بزر الشمس، فكتير في شغلات هاي ممكن انت تشتريها او ممكن تلاقيها مخلوطة وجاهزة، يعني كلها كل واحدة ممكن تشتريها وتخلطيهم مع بعض. هلا شوفوا مقاس سلطتنا لليوم، بنحط كل هاي المكسرات لضمة البقدونس والليمون وزيت الزيتون. زيت الزيتون كتير مهم في هاي الوصفة، وأكيد الملح. طبعا الملح حسب الرغبة انتو بتحط. على فكرة هاي السلطة إذا بتعتمدوها رهيبة جدا، خاصة مع المشاوي. وهيك سلطتنا جاهزة. وبعد ما خليت الدجاج في الثلاجة هلا راح نحطه في الاستياخ. طبعا فيك وتحطوا معه فلفل بالنص، ممكن تحطوا بندورة شاري كمان بينفع. فحاولوا انه المقلاية اللي هون عندي زيت يكون حامي، حطيت هون زيت ذرة
وراح ابلش اقليها. اهم شغله في الشيش طاووق انه الزيت يكون كثير حامي لحتى ما تنزل عصاره الدجاج، لحتى الدجاج معك يضل طري. هون ما تحطوا اكثر من ثلاثة، يعني ما في حاجة الا اكثر، لانه حسب كبر المقلاية اللي عندك كمان بيعتمد عليها. بعدها بنمسك الشيش مثل هيك وبنحطه في المقلاية. اهم شغلة ممنوع نغطيها، لانه اذا بغطيها انا هيك عم بنزل المي من جوا الشيش، فممنوع ما انا عم بيتنا اغطيها. صدر الدجاج معروف عنه انه كثير ناشف، فلهيك احنا ما بدنا ننشفه بزياده، نقليه على نار حاميه لحتى تضلها العصاره فيه ويضل طري. كانت تقلبيها بهي الطريقة، أكلة كثير سهلة. بنضلنا نقلب فيها لحتى تتأكدي إنها استوت منيح. أنتم ملاحظين عندي هون في المقلاي إنه ما في مية طلعت من الدجاج، اهم اشي المية ما تطلع منه لحتى يضل طري. يعني انا هون عندي بالمقلاية شايفينه هو فقط الدهن اللي هو الزيت. الروائح مش طبيعية يعني عن جد. الخلطة هاي اعتمدوها للشيش طاووق، فعلا رائعة جدا وسريعة. تمام، شوفوا هيك بعد ما جهزوا خلاص حط النار وببعدهم عن الحمض. وطبعا بنقدمهم على خبز طابون. عندي هون السلطة اللي عملناها، رح اقدمه لهيك. وطبعا مع السلطه الخضراء وهيك طبعا نقدر نزينها. تمام، بصل، بقدونس، شو بتحبوا تحطوا معها بينفع وبتتقدم. وهيك طبقنا بيكون جاهز. طبعا انا هاي الاكله بنصح فيها الشباب اللي مش متجوزه والبنات العزبيه، يعني اكله ما بدها لا فرن ولا بدها اشي، يعني بس على المقلايه بتحطي وبتبلي، وممكن السلطه هاي تعمليها معها سلطه صحيه وكثير طيبه وكثير خفيفه. وان شاء الله يكون طبقنا لليوم عجبكم، وكل عام وانتم بالف خير. بنشوفكم في طبق جديد.